تنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي فعالية عساكم من العايدين في بعض من المصليات والمسايد لإدخال الفرحة على الصغارية. وللتفاصيل أكثر عن هذه الفعالية أوضح إسماعيل البريمي رئيس قسم التوعية الدينية بالإنابة في الدائرة لمركز الأخبار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية، تسعى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أن تنوه الجمهور الكريم بجاهزية مصليات ومساجد التي ستقام بها صلاة العيد الأضحى المبارك. وبهذه المناسبة هناك مبادرة عساكم من العايدين، هذه المبادرة التي تدخل الفرحة والسرور على المصلين وعلى رواد المصليات والمساجد والأطفال بتوزيع العيدية وكذلك ببعض الحلويات التي تفرح الأطفال. وهذه المصليات التي فيها هذه المبادرة هي مصلى العوير ومصلى ند الحمر ومصلى طيبة ومصلى المسجيم ومصلى البراحة ومصلى المنخول وكذلك مصلى اللسيلي وكذلك جامع الرحيم وجامع الراشدية الكبير وجامع مردف. وننوه كذلك الجمهور بضرورة التعاون مع فريق المتطوعين في هذه المبادرة بإدخال الفرحة والسرور على الأطفال وعلى رواد هذه المصليات. وكل عام وأنتم بألف ألف خير. علوم البلاد.